شيفر سانتي. في شيفر سانتي موصلين حديثنا حول نتائج صبر الآراء اللي كان أجزوا المعهد الوطني للأحصاء علاقة المؤسسات والنشاط الاقتصادي والصناعي بالجائحة الصحية، ونسجل الطلب الخارجي المواجه للمواد الصناعية وفق نتائج صبر آراء أصحاب المؤسسات الصناعية تحسن خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 قدر بنسبة 18% مقابل 9% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، متوقعين الحفاظ على النسق ذاته لا سيما وأن الطلب الخارجي المواجه إلى القطاع الصناعي منذ بلغ الثلاثي الأول من سنة 2022 نسبة 18% مقابل 3% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021. وبخصوص آراء أصحاب المؤسسات حول تطور الإنتاج الصناعي حسب القطاعات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، أكد أصحاب المؤسسات تسجيل ارتفاع بخصوص قطاع الصناعات الكيميائية الميكانيكية والكهربائية واستقرار في قطاع الصناعات المعملية المختلفة وصناعة مواد البناء والخزف والبلور، في مقابل سجل قطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية تراجع كبير. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. شيفر سانتي.